من تقاطعات النقوش المغربية التي تتشابك مثل بستان بلا نهاية، من عالم الدهشة والسحر والألوان التي تصنع الحياة. من هذا الغناء صنعت شام مشتالي خيالاً سار بها إلى تلوينات سابحة مثل النجوم. في الحقيقة تأثير الفن المغربي كان يعني في كل نواحي ديال الحياة ديالي، حتى أنا كبرت في المغرب في الدار البيضاء، والأم ديالي من طنجة والأب ديالي من الصويرة. أن عائلتي كلهم كانوا في صناعة تقليدية من جهة أو جهة أخرى. مني وأنا صغيرة يعني كنسافر في كل أنحاء المغرب وكنشوف أنواع مختلفة من الفن التقليدي والفن المعماري المغربي، ولكن ما حسيتش بالقيمة، قيمة الهوية المغربية والثقافة والصناعة التقليدية المغربية، حتى خرجت من برا المغرب. درست شام مشتالي العلاقات الدولية في جامعة براندس في أمريكا، وهي أيضاً شديدة الشغف بحوار الأديان والثقافات، ما أضاف على مشروعها في التصميم عمقاً معرفياً بالإضافة إلى عمقه الفني. لما رحت على أمريكا والتقيت بناس من شعوب مختلفة، بغيت هذا الميل نسقله أكثر ونتعرف على تاريخ ديال مناطق متعددة في العالم ونكون متمكنة منه. تخصصت في الأقليات بشمال إفريقيا والشرق الأوسط. بالنسبة لي مهم جدا أنني نحكي على تاريخ شمال إفريقيا بكل وضوح، ويعني نعبر على هذه التعددية في الديانات وفي الهوية وفي الثقافات اللي كانت موجودة في شمال إفريقيا منذ قرون وقرون. وبذلك أنا خديت هاد القيم اللي عندي وهاد الأفكار اللي عندي على إظهار التاريخ، وفي حالة ترجمتها في شركة وترجمتها in a brand. شامة مشتالي مؤسسة ومسؤولة تصميم لشركة سين سان مور، التي تقدم حلياً ذات عمق أخلاقي مستمد من الإبداع المغربي وتعدد مصادره. أبويا مختلط وعنده أصول مختلطة، عنده أصول يهودية وأمازيغية من جهة أبوه. هذه القصص هي القصص اللي بغيت نخرج للوجود، بغيت الناس تعرف أن أولاً ثقافة المغاربية وثقافة شمال إفريقيا انتشرت عبر العالم واختلطت بثقافات أخرى، وهذا هو اللي مميز بالنسبة لي واللي هام بالنسبة لي اللي نوريه للناس. عرضت مشتالي أعمالها في 3 قارات، وحاضرت في عدد من المراكز الأكاديمية، بينها متحف بوسطن للفنون، ومركز إيلي ويزل للدراسات، ومركز التاريخ اليهودي، والمجلس البريطاني في الدار البيضاء. الأغلبية المحاضرات كانت خصوصاً مهتمة ومركزة على الأقليات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتركز على التاريخ. ركزت كثيراً على الهوية النسوية والهوية الأمازيغية والهوية اليهودية وتقاطع هذه الهويات، اليهود والمسلمين والمسيحيين. نتقاسم يعني ثقافات كثيرة ونتقاسم أشياء كثيرة في المنطقة، لأن ثقافة المنطقة خصوصا في البحر الأبيض المتوسط عندها تاريخ اندماج يعني كبير يرجع لقرون وقرون. قدمت المصممة المغربية 3 مجموعات حملت أسماء ذات علاقة بالشخصية المغربية الإسلامية العربية: غرناطة ومراكش والقاهرة. المجوهرات كلها مصنوعة بطريقة يدوية، فنستعمل الفضة، أحياناً نخلط الفضة مع الذهب in a two-tone method. الغاية من هذا الشيء وهو بتكون الحاجة في متناول أكثر من الناس. أول مجموعة صممت سميتها غرناطة، غرنادا، وهي مستوحاة من معمار قصر الحمراء.
هي خصوصا مصنوعه من ذهب 18 كارا، وفيها تركيز كثير على الديتيلز، على الجيومتريك ديتيلز، وفيها تركيز حتى على الكاليغرافي، على الخط العربي. خصوصا بالقصر الحمراء معروف بالمقولة ولا غالب إلى الله، وهي مقولة من الدولة الناصرية اللي كانت مؤسسة لقصر الحمراء. المجموعة الثانية مستوحاة من قبور السعديين المتواجدين بمراكش. الحاجة اللي مبهرة في قبور السعديين وهي الزليج the tile making، ومجموعة مراكش مستوحاة من هذه الزخارف الموجودة على تقنية الزليج، أنها مجموعة مصنوعة من الروز جولد، يعني الذهب الأحمر، وذلك لكي تعكس ألوان مراكش المدينة الحمراء. المجموعة الثالثة مستوحاة من مسجد الأزهر وجامعة الأزهر، بنيت هذه 10 قرون. في قلب الكورتيارد توجد نجمة داود، نجمة سداسية. بالنسبة لي مهم أننا نحكي على هذا الحوار ما بين اليهود المسلمين الذي أخذ يعني صار له قرون وقرون في تاريخ الدول المسلمة، وهي مجموعة تعكس التعايش والاختلاف التي تعرفه القاهرة. أنا مهم بالنسبة لي أنني بهذه الشركة وهذا البراند نقرب الناس من بعضهم، وتكون طريقة من فض وحل نزاعات بطريقة دبلوماسية عن طريق المجوهرات.